IFM سبيسيال سانتي باي ميد.ان مع هجر الحناشي. يا فم احلى راديو عسلامه، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا تو ماضي 3.8 دقائق. هذا الو اي اف ام سبيسيال سونتي باي ميد بونتين، اول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه اقرب طبيب ليك وتاخذ معه موعد على الانترنت. شوي اخر باش نحكيو مع دكتور شاطر على دور التغذيه في علاج السرطان. مقبله ذي معنا بالتليفون دكتوره ايناس كسراوي، طبيبه اطفال. ما تبعدوش بعيد، انا رجعين. الو اي اف ام سبيسيال سونتي باي ميد بونتين. دكتورة مرحبا بك بحدنا في إيافام معنا. عسلامة، مرحبا. عايشك الله يخليك. دونك دكتورة، فما فيروس متاع صغيرات يدور فيه جريان الجوف، ونعرفوا جينيرالمون جريان الجوف يخوف شوية لي بارون على خاطر نخافوا من الشيح متاع الصغيرات. أعطينا فكرة ديجا على الفيروس هذايا ولامبلوغ متاعو، وشنو ينجموا يعملوا لي بارون، شنو يلزم كيفاش نتصرفوا مع الصغيرات هذوما، تو ديبون دو عمرهم، خاطر نعرفوا اللي مش كيما أقل من عامي مش كيما أكثر من عامي. عسلمة encore une fois. Oui, c'est vrai. فما gastroenteritis الحقيقة قاعدة تدور حاليا عند صغيرات. دونك هي عبارة التهاب يصير في المعدة والأمعاء. دونك تجي سو فورم دو إسهال، رد ترجيع صغير يولي دونك وجيع في الكرش، فاشل. تنجم تجي معاها سخانة، كيما تنجم تكون ممكن سخانة. دونك وي البيريود هذي قاعدة تدور أون فيت، هي عندها برشا أسباب، لكن السبب الرئيسي غيرمون معناتها 90% منه سي فيرال، معناتها فيروس. اللي اون جينيرال دونك معناتها ما يقعد ما يفوتش اون سمان هكاكا وتصير يتفرهد، معناتها ما ياثرش على ما يطولش معناتها. سي فغي الحقيقه لي كومبليكاسيون اكثر حاجه نخافوا منها هو نجيح من الماء عند الصغير، سيغتو اللي قبل العمر العامين. علاش؟ خاطر تخيل 75% من بدنه متكون من الماء، دونك يخرج هو في الاسهال الماء واملاح، دونك اون جينيرال يشيح في ساعه من الماء، دونك وما معناتها نخافوا يعطي دي كومبليكاسيون غاف. دونك لي ويلدين معناتها سيغتو لا مامون ما تكون فايقه بالكدا باش تشوف لي سيني نتاع ديزيدغاتاسيون هذي اللي هي اون جينيرال دونك يعني المحوقين، الفو هكا الفم يبدا شايح، يلاقي يبدا يبكي مزير دموع اون جينيرال. دونك تحس عند الصغيرات اللي عمرهم 6 7 شهور الملغيقه هذيك القدميه نتاع الصغار نتاع الراس، الفتحه القدميه هذيك تلقاها هكا نازله شويه غارقه شويه غارقه شويه اكزاكتومون. اذا فما البليكوتاني معناتها كي تجي تقرص هكا الكرش نتاع صغيرها الجلده ما ترجعش فيها ما تتشحطش فيها معناتها. واهم حاجه سيغتو اللي هو البوا، معناتها تحسوا صغيرها لم كي تهز صغيرها تحسوا معناها خفيف على عاده معناتها نقص ونديري في الميزان، حتى ساعات او بو دو 48 اور معناتها ولا 24 اور هكا الدباش نتاعو يترخص عليه. والكوش معناتها البيبي تلقاها بريسك صغير تلقى الكوش معناتها لمده 6 8 سوايع فريمون شايح، ما فيهش ما فيهش بيبي. دونك هذيك سي ان سين الارمون انه الصغير انجح من الماء. دونك هذوما باغمي الاعراض اللي نخافوا منهم، واللي معناتها الخطوره تتشكل في الحكايه هذيا بيان سور. وبخلاف انه الصغير يبدا ساعات ديخ هكا ما يحبش يقوم جمله، دونك هذوما الحاجات اللي نخافوا منها. نجم تعمل سخانه؟ مش يا قلت لك تنجم تكون معها سخانه كيما ما غير سخانه. وقتاش تمشي تجري ديريكت للطبيب وما تدخل معناتها تمشي لطبيبها اذا كان فريمون لي سيني هذوما اللي حكينا عليهم تاع نجاح الماء يبداو موجودين. وقتها فريمون اذا الصغير يرد على بعضه فريمون طنجري معناها ردين ما حبش يقف جمله، ولا اذا كان او بو دو كيلكو زور هكا معناتها الكاكا سامحني تخرج على الكوش فايده معناتها برشا تحسها ابوندونت معناها انه فما ريسك انه ينجح لك فيسا. ولا فريمون عند كبير شويه هكا 3-4 سنين الزوجيه نتاع الكرش ماشيه وتقوى معناتها ماشيه وتزيد ومش ماشيه وتنقص معناتها هكا تحسها تكتلسه غراف. ولا فريمون سخانه ما حبتش تتيح جمله وبودو 48 اور سخانه مكبشه ما حبتش تتيح، دونك الفو فريمون كونسلتي اون اورجونس طبيبها. حاولوا عاود تتصل بها ياسمين جوست نكملوا معاها الحوار نتاعنا. دونك كانت معنا طبيبه الاطفال دكتوره ايناس كسراوي، كنا نحكيوا على الفيروس اللي قاعد يدور توا نتاع جريان الجوف نتاع الصغيرات. ونعرفوا جينيرالمون الدياري يقلق برشا صغيرات على خاطر نخافوا من المضاعفه الكبيره نتاعو اللي هي الشيح نتاع الماء. وكانت الدكتوره تعطي بلوز او موان كيفاش نجمو نعرفوا اسكو الصغير نتاعنا شيح من الماء. قالت
قلت اذا كان يبدا فاشل، اذا كان نحسه في الميزان نتاعو خاف، حتى دوبا ما تهزه وانت مسنسه تهزه تحسه ثقيل، تحسه خاف، تحسه خاف عليك، تحسه عنده سخانه، يبكي برشا، الكوش نتاعو نجم يقعد حتى 8 سوايع ما يعملش بيبي، نجم الجرين الجوفي يبدا فايض على الكوش اكثر من اللي اكثر من العاده. دونك بلوز ما ابرز الحاجات اللي حكيت عليهم الدكتوره سينو. رجعت بحذانا دكتوره، نكملوا معاك دكتوره ايناس. دونك سينو باش ننبه لهم، دونك الحاجات باش في دارها تعرف كيف تتصرف، ومعناها الفو با تنفيما ما تدخلش بعضها فريمون. دونك كي تلفاني بدها تحاول تكون تركز على هذا، لكن معناتها ديكور تجوي معناها تعطي برشا مرات تبدلها، لكن بتقصيره باش ما يشبعش ويرجع في الرقم الكل. كي فريمون يرجع من حليب معناها الحكه وكل شيء، نفس الميثود معناتها نفس الديفيزيون نفس الكونسنتراسيون كل هذا، لكن فترة قصيرة وفريكامون. الحاجة الأخرى تنجم زادا دونك تتكلم طبيبها ينجم يعاونها يعطيها محلول أملاح، دونك يتشري هو في الفارماسي في الصيدليات تنجم تبدا تعملو في الدرس. دونك باش يحاول يعوض هيك الماء والأملاح اللي راهو كبير وقت الإسهال، دونك باش يخليه ديما معناتها يخرج ديما مع الروح. كيف يتعطى دونك إسيف معناتها بطاطون غابخوشي بشمالات وكمية صغيرة باش معناتها نتفادي نشح الماء. دونك هذا هو دكتورة. وي معناتها هذا في كل فريمون صغير، نحكي سيرتو الفترة الحساسة اللي قبل العامين، إذا كان معناتها عمره أكثر شوية معناتها كبير شوية ينجم معناتها يلقوا حاجات اللي بيان سور تعاونوا معناتها على إنه يرجع هاك الماء هذيك، كيما معناتها دي جو أبز إيكيدان أو توسكي بنان توسكي تفريح تنجم تعمل زيتا دونك حاجات في ماكلة اللي تحاول تعمل غلط يسمعوا في الترويج كيما البطاطا كلمانيا الروز. دونك هما حاجات بيان سور لازم يعاونوا انه يعني هالبياغي تنقص شويه وتنقص عنده قابليه انه ياكل ما نحرموش ما نخليهوش يشبع اكثر. دونك هنا هو ريزمون لازم نتاكد انه تعاون تاع الحاره ما تخليش تطلع برشا زاد كيف تنجم يعطل الحاله ويزيد من شي حمام. تعاون زاد كيف كيف هي اون جينيرال لي بكتيريا اللي تكون كونتاجيوز معناتها تعاني شي فتح للدعاء كي تكون كبار ولا صغار. دونك تغسلي بها بالبيبي كاكيد الشيرت اللي انت تغسلي بها هذيك المدير، دونك لازم حتى تعمل بالبوس هذوما معناتها تديها وروتها باش معناتها ما يتعداش. التربية نتاعو لك شو بيان سور وحده اكار، دونك ايجين معناتها نظافة الكل بيان سور اقل شيء يمكن اللي حكينا عليهم هذوما. دونك تستشير طبيبها باه يعطيك الصحه دكتوره، الله يخليك على التوضيحات اللي قدمت لنا. دونك ردوا بالنا على الصغيرات نتاعنا، نحاولوا ناخذوا بالنصائح اللي كانت تقدمهم لنا دكتوره. كانت معنا الدكتوره ايناس كسراوي طبيبه اطفال. سينو تو تشيش نمشيو مع دكتور شادر باش نحكيو اليوم على دور التغذيه في علاج السرطان. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 الف. الو اي اف ام سبيسيال سانتي باي ميد بوينت ان. دكتور مرحبا بك بحدنا في الراديو. عايشك ربي فضلك يعطيك الصحه. دونك دكتور احنا اليوم باش نحكي ونعاونوا شويه بلوز موا العباد اللي عندهم لي بارون تاعهم والا عباد اقاربهم اللي عندهم مرض السرطان، ونعرفوا لي جينيرالمون المرض هذايا يتعب شويه البدن سورتو البروسيس نتاع العلاج نتاعو يخليه هكا فيبل المناعه تيح. باش نعاونوا كيفاش ينجموا يقويوا المناعه نتاعهم ويتفاداوا المشاكل والمضاعفات نتاع العلاجات نتاع السرطان. اما قبل ندخلوا ديجا في الفولي هذايا جينيرالمون احنا بصفه عامه خلينا نقولوا احنا ديما نقولوا اللي فما ماكلات توا سورتو اللي قاعده تتصنع هذه هي بيدها ديجا قاعده تتسبب في مشاكل نتاع السرطان. هي ديجا نشوفوا شنو الماكلات هذوما خلينا نتفاداوهم، وفماش ماكلات اخرين ينجموا يقويوا المناعه ويبعدوا علينا السرطان هذه. اولا فما حويجتين ماذا بينا نعاودوا ديما فيما يخص السرطان وامراض الخبيث، حاجتين لازمنا نتفكروا. اولا اللي راهو فما لو ام اس طلعت معناها معلومات اللي راهو نجموا نتفاداو 40% من تعرضنا للامراض الخبيث اذا نحيو الدخان. دخان معناها هو سبب نتاع 20% نجموا كي نحيو الدخان نقصوا 20% من نسبه تعرضنا للامراض الخبيث. كي نحيو الكول، كي نحيو السمنه، ناكلو ماكله كيليبري ونحيو الوزن الزايد ونتحركوا شوي، بهذوما وحدهم نجموا نحسنوا حتى 30% من بروبابيليتي ان نتعرضوا لامراض خبيث.
اللي هو انر معناها راهو في الدويات نتاع الامراض الخايبه ما توصلش تعطينا 30% كما الاحتياط وليجين دو في نتاعنا. دونك عنصر انه تبديل في نمط العيشه نتاعنا، نبعدوا على الحاجات اللي تسبب منها برينسيبالمون الدخان اكثر حاجه والكول والماكلة الزايدة، خاطر مش الماكلة الكل تعطي مشاكل صحية ولا تسبب في أمراض خبيث. تونا نجيو هذو مي هذوك مرام بنسبة 1-2% تعاون، الآخرين أكثر برشا. دونك نعاودوا نقولوا راهو أول حاجة نبداو نحيو الكبير. حاجة أخرى، الأبحاث اللي تصير كل على التغذية راهو صعيبة ديما الكونفيرماسيون تاع حاجة تسبب حاجة صعيبة على الاخر، خاطر لي زيتو اللي تعملوا في التغذية صعب يسرع الإنسان. معناها باش تعمل مثلا كيفاش تصير العملية، مثلا ياخذوا آلاف العباد تاخذ في ماكلة معينة وعباد ياخذوا في ماكلة أخرى ويقارنوا في النتائج نتاع شكون يتعرض أكثر لمرض معين، شكون محمي أكثر. دونك ديما الخدمة هي نتاع دي ميتا أناليز وستاتيستيك وحسابات. المشكلة اللي الأمور متشعبة على خاطر فما عنصر انه مثلا لي زيكسبيريونس ساعات تصير انفيترو معناها على الخلايا، ما تنجمش تكون تبقى 100% على جسم حي. من بعد كي نجم تعملها حتى على جسم حي مثلا على الفيران ولا على القروده ولا اللي هو على الحيوانات، كيف كيف يلقاو فما فرق كبير في تعامل الحيوانات هذوك مع الماكله بارابور على الانسان. الميتابوليزم تاع الامور هذه الكل ما صعيب. نعطيك مثلا، مثلا جاو في بيريود معينه 2009 وقتها طلعت اتود كبيره، خذاو قروده جي 200 قرد عطاوهم ماكله معينه ولو اخر عطاوهم ماكله اقل 30% من اللي خليو معناها ايبوكالوريك، نقصوا لهم في الطاقه نتاع نسبه الطاقه اللي ياكلوها. وتبعوهم مدة 3 سنين باش شافوا شكون ينجم يعيش أكثر. يلقاو جماعة اللي القرودة اللي يأكلوا أقل عاشوا أكثر. دونك طلعت لتودكم كوا وقتها في الـ في دي في الناتشرال معناها في دي انستانس سيريوس، معناها طلعت ببليكاسيون سيريوس اللي راهو ليبوكالوريك نقصوا الطاقة راهو ممكن عندنا نسبة العيشة تكون أكثر. 2012 طلعت لتود أخرى زاد كيف كيف يونيفرسيتي سيريوس في امريكا، خدموا على قرود وعطاوهم جماع ماكله عاديه وجماع ماكله اقل. ايش يلقاو؟ يلقاو اللي ياكلوا اقل ماتوا اسرع. الماكله العاديه كانت التو. دونك دخلت بعضها الامور. علاش يلقاو اللي الجماع الاولانيين اللي عطاوهم مثلا الاكسبيرينس بتاع 2009 خذاو اكثرهم ماكله فيها برشا حريرات ومعناها فيها دي كربوهيدرات برشا، نوع معين نتاع ماكله عطاها النتيجه هذيك. والنوع الاخر اللي خدموا به اللي عطى نتيجه مختلفه، نوعيه الماكله مختلفه. معناها النسبه الحريرات هي بيدها نفس الموضوع، اما نوعيه الماكله تبدلت. دونك علاش حكيت لك الحكايه هذه؟ خاطر هي متشعبه ياسر. معناها تدخل فيها نوعيه الماكله، الوقت نتاعها، التريتمون نتاعها كيفاش تابد، لي برودوي اللي تعملت بها، الانسان في انهي بلاصه، معناها راجل ولا امراه. سي تري كومبليكي. دونك في موضوع مثلا الماكلات اللي تسبب مثلا سرطان، ما عندناش حاجات اللي جازمه، عندنا حاجات نعرفوهم بلوز او موان نجمو نمشيو فيهم. اللي هما اللي هما باش ما نطولش عليك. ليه ليه انت اللي عندنا نخلي خاطر مهم ياسر. خاطر في مثلا في الفيسبوك ولا في الريزو سوسيو تلقى مثلا الحبه السوداء تعمل هكا وتبري مدري شنو وتنحي لك الحقيقة. معناها باش نكونوا سيانتيفيك ومعناها واقعيين، ما عندناش معناها دي زيتود تقول حاجات هذوما. عندنا بلوز وموا افكار بادين بها، مي مازلنا ما عندناش 100% اليقين اللي هي يقين. مثلا جات في 2015 وقتها لو ام اس طلعت حاجه اوفيسيال على اللحوم الحمراء واللحوم المصنعه 2015 وقت قلبت الدنيا الحكايه اللي هي تنجم تسبب في امراض معناها الكونسير بتاع الكولون والجهاز الهضمي. بعد كلكو جور جبدوا شويه الببليكاسيون هذيك وخلاو كان اللحوم المصنعه، خاطر
ماهيش معقوله برشا. معناها الانسان من ولد الدنيا كارنيفور، معناها كي هبط الانسان كان ياكل يشوي في اللحم وياكل في لاباس عليه وعاش بالقدا ولا شاسور كيور كان ولاباس عليه. دونك ماهيش معقوله برشا، مي مازالت البوبليكاسيون هذيك موجود. مي انو الحنم المصنع فما دي برودوي تتعمل به هذاك الحنم المصنع، وي نجمو نمشيو في الخط هذاك. حاجه اخرى مثلا على الحليب، طلعت لي رومار على الحليب، الحليب ينجم يسبب خاصه وقتها طلعت على الكونسير نتاع البروستات والاندوميتر عند المراه نتيجه الحليب بالذات، مش مشتقات الحليب، الحليب كيف كيف يعملوا لي زيتود نتاعهم، مي ما نجموش نلزموا بالموضوع هذاك. فما حاجات نتاع اللي يخدموهم على الطريقه اللي نطيبوا بها الماكله، أنا نطيبوها على فابور بالبخار ولا نشويها، وطريقة الباربيكيو الشويان هذاك ديما يقولوا اللي فما لي برودوي اللي يتصنعوا معناها في الشويان هذاك كونسيريجين، هيك القشرة المارون اللي فوق مثلا اللحم كونسيريجين، فما دي زيتود في السونس هذاك، مي ماهيش جازمة 100%، عندها فما لوجيك فيها مي معناش الكونفيرماسيون نهائي. مثلا في الريكومونداسيون نتاع الحميت رجعوا يقولوا راهو مثلا لو ام اس ريكوموند ما نفوتوش ارتل لحم احمر بالنسبه للعبد على الجمعه كامله. معناها الاحسن ان ناكلوا مثلا الحوت واللحوم البيضاء، مي مش معناها 100% الحميت الحمر معناها تعمل تسبب مشاكل نتاع كونسير تاع الكولون. دونك ذي علاش قلت لك راهو ما تنجمش تزم، مي عندنا بلوز ما دي بروجي نتاع اناليز نتاع كونفيرماسيون، مي بعد وصعيب ان باش نوصلوا للكونكلوزيون 100%. فما حاجات اللي يقولوا زادت نجم تحمي، وهذيك بلوز ما فيها شويه حاجات ثابته. انه الانسان مثلا ياكل صحي برشا خضر وغلال، هذيك كونفيرمي اللي تحمي ضد نوع معين نتاع السرطان نتاع الجهاز الهضمي من الكولون لوزوفاج نتاع المعدة ونتاع البنكرياء. معناها فما كونفيرماسيون في السنس هذاك انه ناكلوا اكثر حاجات فيهم دونك الالياف كيما كيما الحبوب كيما الخضر كيما اللي فيهم الياف معروف انها تحمي تحمي ضد الاورام. انه الحاجات اللي فيها دي زونتي اوكسيدون اللي ضد الاكسده معروف انها تحمي، مثلا الحاجات اللي فيهم فيتامين سي، اللي فيهم فيتامين او، اللي فيهم فيتامين ا، اللي فيهم سيلينيوم، هذوما كل حاجات تحمي ضد الاكسده. وعلاش معناها سور تنجم تحمي؟ على خاطر السيلول كونسيروز الخليه باش تولي خبيثه، فما تتبدل المعامله نتاعها والتطور نتاعها يتبدل، والكومبورتمون نتاعها مربوط بالشنو اللي تاخذ فيه من البدن. دونك انه حاجه توقف الاكسده وتنقص من الكرواسونس نتاع السيلول هذاك ينجم يعاون على الحمايه نتاعنا. دونك بلوز او موان هذوما رؤوس الاقلام الكبار اللي بلوز او موان توجهنا باش نوصلوا في الاخر اللي راهو الماكله المتوسطيه تقبل مش بتاع التو ديما نقول اللي فيها برشا مثلا حاجات من البحر سردينه ولا اللي هو مثلا الحوت وفرويد ماء، اللي فيها برشا خضر وغلال وحبوب، اللي فيها مشتقات الحليب، اللي فيها برشا ماء وفيها زيت زيتون، هذوما اللي معروف اللي يحميو اكثر ضد الامراض كلهم وانترت وزاد الامراض الخبيث. باهي باش نكملوا نحكيو معاك دكتور غير عنا فاصل توا نعاود نفكركم اللي بحذانا دكتور شاطر وقاعدين نحكيو على دوره التغذيه في علاج مرض السرطان. دونك مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 الف. الو اي اف ام سبيسيال سانتي باي ميد بوينت تي ان. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380. قبل ما نمشي ونحكي الدكتور على العبيد اللي مرضى ديجا بالسرطان باش نعطيهم هكا نظام غذائي صحي، خلينا نقولوا احنا باش يقوي شويه في المناعه ويقاوموا شويه المرض، ما بين الحاجات اللي انت قلت عليهم من بكري واللي جينيرالمون العبيد يعرفوهم وينجموا يتسبوا في مشاكل ولا في ظهور امراض خبيثه كيما المصبرات والملونات والحاجات الاخرين ذوكم اللي تحطوا في
المواد المصنعه ولا الماكله المصنعه. تو مثلا احنا نعرفوا سردينه مثلا ولا تن يجم حاجه باهيه معناها صحيه، داك انت تاكل فرشكه يقول لك انت كي تاكلها مصبره تفقد القيمه الغذائيه نتاعها، وبالعكس نجم تجيب امراض اخرى كيما لي جو زاد الاخرين والمصنعين هذوم. دونك الرؤيه العلميه اش تقول؟ الرؤيه مش بتاعينا، الرؤيه نتاع شنو الموضوعيه اللي تقول. اول حاجه يفرق ورا برشا انواع لاكوا لي مونتير الصناعه الغذائيه جيت راهو باش تحل مشكله كبيره كانت قبل. كانوا العبيد راهو تصير مجاعات، فما وقت مثلا عندك ماكله وقت ما فماش الماكله هذيك. التطور نتاع العلم فيه الحاجات الباهيه برشا اللي العبيد ما عادش فما مجاعات برشا معناها في الدول اللي بلزوموا يكيليبري شويه. دونك وذاك جاي على خاطر تطورت العمليه باش نصبروا الماكله نتاعنا وتقعد موجوده على العام كامل. دونك مش حاجه خايبه. بقى في انواع التصبير هذوكم وفي الطريقه اللي نصبروا فيها فما دينور معمولين. تو مثلا باش تصبر انت حاجه، اول حاجه ما لازمش تفسد. دونك فما حاجات ضد الديفلوبمون تاع البكتيريا في كل حاجه دي. فما حاجات مثلا للون باش حاجه تكون بنينه وتنجم تاكلها يلزم اللون ما تفقدش اللون نتاعها اللي يبدا يشرهك. فما حاجات نتاع التكستور نتاعها مثلا في المشروبات وقت كيفاش تعطي تكستور. فما حاجات تاع الاروم نتاع الجو. فما حاجات نتاع كيفاش تقعد الكونسيرفاسيون نتاعها مده معينه. هذوما الكل كوديفي وكل برودوي مستعمل فما دي نورم وعنده النمر نتاعه مثلا 320 مثلا حاجات اللي فيها سكر اللي للمحليات اللي فيها سكر في الصناعات الغذائيه نتاع الحلويات هذو معناها فما دي كود ديما نمشيو عليهم ومصنفين. وحتى انت كي تشري حاجه تدور تلقى فيها شنو هو النمر حاجه هكا. دونك وفما حاجات ظهرت مع الابحاث اللي هي تنجم تكون مسرتنا معناها عندها تاثير على صحه العباد. هذوكم قاعدين يتنحى بالقوانين قاعدين يتنحى. مثلا كي جبت لي على نقطة ضعفي اللي هي السردينة في الحكوك. السردينة في الحكوك راهو ممتازة راهو، وحتى التشبع نتاعها بالأوميغا 3 يولي خير كي تبدا في الكونسيرف. خاطر جوست هما يطيبوها شوية ومن بعد يحطوها في الزيت وتتسكر في علبة فما دينار فيها وكل شيء. والحقيقة متاع ربي للأهمانة في تونس عنا أخي صناعة غذائية معناها محترمة على الأخر معناها صعيب باش تلقى حاجة معناها ماهيش دون لي نور. ما فيهاش بروسيس كبير معناها ما فيهاش برشا تفلسيف باش يتعمل. نحكيو على السردين تون مثلا موضوع اخر خاطر تون نتاعنا مثلا قاعدين لوجو عليه وين نتاعنا وقاعدين يجي تون اخر ويتحط ويتعلب فما حكايات ما ندخلوش فيها. فما حاجات مثلا احنا مازال ما تخلش برشا التصنيع الغذائي نتاع الماكله حاضره. مثلا في الاوروب تلقاها الكسكسي حاضر المقرونه حاضره جوست سخنها وتلقاها. احنا اوروزمون مازلنا ما تخلناش في هذيك خاطر قاعدين نطيبوا احنا اوروزمون. كيما قلت لك اذا تطلع حاجه كونفيرميه اللي هي كونسيروجين بيان سور باش تتنحى على شيء. اما هذوك متيسير على ديزيتود سيريوز معناها مش بالاشاعات معناها ما نشيطنوش صناعات غذائيه خاطر تعاون فينا في برشا حاجات. اما كون نحتاج تطلع حاجه يزم واحد يبعد عليه. وبالطبيعه نرجع نقولوا اللي من المستحسن الطيب ماكلتك انت تشويها انت تعمل عليها كيف انت تعمل بالبخار تكون برشا خضر وغليل معناها حاجه على عينيك هذاك ديما الباس. باهي هذا فيما يخص البارتي الاولى هذا نحكي بلوز موا على العبيد اللي ديجا مرضى معناها بمرض السرطان وسيرتو اللي يعملوا في الشيموثيرابي ونعرف فيه تعب برشا البدن وحتى عندها مضاعفات اخرى اللي ما تخليش حتى ياكل ما يخليش حتى يطعم. دونك كيفاش نجم نعاونوهم العبيد هذوما على مستوى التغذيه؟ هو فما سنين جات اللي في بالنا اذا فما تيومور اذا فما مرض خبيث دونك يلزمنا البدن ياكل اقل ما يمكن باش نضعفوا التيومور هذيك. اور ظهر اللي بالعكس كي نضعفوا البدن
البدن ما عندوش القدره باش يقاوم وما عندوش القدره باش يجاوب التريتمون ولا الشيروجيه كذا باش يعمل شي راحه ولا باش ياخذ دواء نتاع شيموثيرابي ولا راديوثيرابي، البدن يضعف برش ونكون النتيجه عكسيه. دونك التوندونس تو اللي ماشيه اكثر لي ريكومونداسيون انه عبد اذا عنده المرض معناها خايب معناها اول حاجه يلزم ياكل اكيليبري وبالكدا، ما يلزمش ياكل اكثر من لازم ولا اقل من لازم، ويلزم ينوع في ماكلته في كل شيء. وديما هو المشكله في السكريات، خاطر يقولك الخلايا نتاع السرطانيه تلتهم برشا سكر، تاخذ برشا انرجي من السكر نتاعنا. بالطبيعه احنا هكا ولا هكا بالطبيعه باش نقص السكريات، الحاجات الحلوه باش تنقص. اما البارتي نتاع البروتين مهمه ياسر، انه ياكل بروتين بالكدا، البارتي نتاع الخضر والغلال مهمه ياسر، السريال زاد مهم باش لي ميكرونيتريمون باش يكون عنده هو الطاقه والانرجي موجود، وباش تكون لي ميكرونيتريمون معناها الفيتامينات الاملاح المعادن يكون متوفرين للبدن باش يخدم الخدمه العاديه نتاعو، وينجم يقاوم ضد المرض اللي عنده، وينجم يقاوم سورتو ساعات الدواء اللي ينجم ياخذه، ويرجع مثلا في النقاهه نتاعو بعد اذا فما عمليه ولا حاجه باش يرجع شد روحه بعد النقاهه. يعني في الابسولو يلزم ماكله اكيليبري وكاو، ما عدا في حاجات معينه مثلا اذا فما جراحه على جهاز الهضمي، معناها المرض هو في جهاز الهضمي، وقتها فما حاجات معينه نعملوهم مثلا في نتاع الكولون، بالطبيعه فما مده معينه لو طون اللي يرجع الكولون يخدم بالكدا، دونك فما حاجات نجمو نعاونو بهم، مكملات اخرين، فما حتى ماكله حاضره نعملوها، هذوكم في حاجات معينه. اما في العاده يلزم ماكله كيليبري، ماء بالكدا ينساو خاطر برشا الماء، والحركه، الحركه زاده والاكتيفيتي فيزيك من اهم ما فهم، خاطر الحركه بيدها والاكتيفيتي فيزيك تخدمت عليها دي زيتود كبار حتى قبل المرض ومن بعد المرض، راهو اللي باش يتحرك يربح ياسر على حربه ضد المرض هذاك. الحركه تخلي الجهاز معناها الدم يدور مليح، البدن ما يزيدش في الميزان، يخليه الكريات البيض يخدموا خير اللي يدافعوا على الجسم. دونك الاكتيفيتي فيزيك مهمه ياسر، مش لازم نقولوا حركه مش معناها سال سبور وحاجات، معناها حتى نسيف ساعه ماشي نهار بعد نهار يزي. حتى اذا مثلا فما دروج واحد يطلع على الدروج اكثر، بالطبيعه ديما نرجع نقول لك انت والمرض وين موجود، هذاك كل حاجه نجمو، اذا مثلا حاجه في المفاصل ولا حاجه موضوع اخر ولا في العظام. دونك انه يرجع للحركه نتاعو من اهم الحاجات اللي لازم يعملها، وانه الماكله نتاعو يكليبري وينظمها زاده مهم ياسر. وما عندنا حتى ريكومونداسيون ستريكت في حاجه اللي لازم ينحيها، الا هما كيما قلت لك مثلا عبد معت مثلا في والا مثلا حاجه تقلق وعنده اليرجي ليها، ولا حاجه مثلا الحار ما يقبلوش مثلا، معناها حاجات خاطين المرض بيد، مي جوسكو لا ما عندناش حتى ريكومونداسيون اللي باش نحيو حاجه في الماكله. حتى اللحم مثلا، اللحم كيما قلت لك مش لازم نكثروا منه برشا، ولو ميس عطات ريكومونداسيون مثلا ما نفوتوش رتل في الاسبوع، ونحاولوا بالطبيعه احنا في محيط متوسط ماذا بينا اكثر من حاجات من البحر. حوت خير، حوت ديما خير ولمن استطاع اليه سبيلا، وفما حاجات الحوت الازرق هو خير وبن بيناتنا. فما حاجات مرفقات نجم نخلطوا عليها معنا في الحوت كمان. ولا جست واحد يحط الوقت والتركيز نتاعه ويتلهى مثلا بمساحته، يعرف مثلا نهار لحد ينجم يمشي حتى المرشي ولا الحوات، يلقى حاجات اللي سمهم معقول وفي في المتناول. مش كيما قبل صحيح، اما ديما مازال فما الهوان مازال انا ما نمشمش وقتي به. يعطيك الصحه حبيبي، كملنا كان عندك انت حاجات معينه. لا قولي شنو، ناخذ التليفون. اي ناخذ التليفون. مي مريك دونك نعاود نفكركم موضوعنا اليوم هو دور التغذيه في علاج السرطان. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. الو اي اف ام مع هجر الحناشي على اي اف ام احلى راديو. نبدا مع اول تليفون معنا مروان. مرحبا بك مروان. عسلامة مدام. مرحبا سيدي تفضل. عايشك لاباس الحمد لله. عايشك من تونس. مدام عندي مرض اسمه لينفوم هوتشكين نوديلير ستاد تروى، نفلي الكبدة ولارات وبرتي من الكروم نتاع اليمين.
فهمتني. نسأل شنو هو الماكلة اللي نتفاداها والماكلة اللي نواظب عليها. السؤال الثاني عطوني دواء تاع شيميو اسمه ريتوكسيماب. غير ما نسميوه الدواء. ريتوكسيماب 700 ملي كرام. غير ما نسميوه الدواء سي مروان. نحب نعرف تأثير الدواء هذا معناها في المستقبل، معناها هذا أمر طويل يعني على القلب على الأعضاء الحيوية يعني. هو بالنسبة للماكلة في الأورام الكل والمادية دوتشكينغ ولا اللي هم الماكلة لازم تكون إكيليبري، لازم يكون تاخذ سلاتة ومعناها حاجات اللي الهضم تاعها يبدأ يعجبك وما يقلقكش. أهم حاجة لازم بروتين، معناها كي نقولوا بروتين مش بشرط هي لحم عظم، حتى الحليب والمشتقات وفيهم بروتين، فما الحوت اللي تحب هذوكم الباز الاولى. الباز الثانيه انه الزيوت ما كثروش من الزيوت، خاطر هو بيدو ما نحبوش الوزن يزيد، ماذا بيك شويه زيت زيتونه والبدن تاع البراو ثلاثه مغارف كبار. لا لا نقلي ولا الحكايه هذيك اللي زاد. لا لا مش لا مي مريره في الجمعه، مش كل يوم نقليوك هاو انا باش تشري انت على مقلي لازمك باش تاخذ مي مريره في الجمعه مثلا. اما الاكثر حاجه هكا متعبه وتعجبك يلزمها، خاطر بالمجد مع التريتمون اللي تاخذ فيه والمرض لازم تبدا تاكل انت حاجه اللي باش تعجبك في عينيك وريحتها باهيه وتعمل عليها كيف، خاطر لازم تقاوم المرض ومع الشيميو يلزم بدنك يبدا شد روح. برشا ماء لازم، برشا ماء يشرب وتنجم راهو الحركه لازمه، مش معناها باش تولي تخمم كان في الموضوع هذاك. لا دكتور حاجه اخرى، الميزان نتاعي قبل المرض كان 93 كيلو. بعد المرض معناها حتى بعد ما نطلع عملي كل شيء وليت تحت 71 كيلو، عادي الشيء هذا؟ عادي نتصور 20 كيلو في شهرين يعني نتصور ناتج على المرض زادة، يعني المرض ينجم يعمل هكاك وحتى تأثيره النفساني عليك انت، ما تصورش تاكل بنفس الطريقة اللي تاكل فيها قبل. اي نقصت الماكلة صحيح. خاطر معناها فما وقت اللي عبد يهضم الموضوع وينجم يقاومه من وراء الأول حاجة يزمه يطلع. دويت موجودة وموجودين في تونس. الماك لازمك تاكل كيما قلت لك على حساب انه بدنك لازم يكون عنده الاسلحه الكل باش يقاوم المرض اللي موجود وباش يعطي للدواء انه يعطي مفعول نتاعو. ما فماش حاجات معينه تبعد عليهم، مي ان فرصه الواحد هذه فرصه باش واحد يولي ياكل ماكله متوازنه. يعني خضره وغلال وسريال وبروتين وما كثروش من السكر. كيفاش مروي؟ كيفاش انت ماكلتك تاو كيفاش؟ تاكل كما قال لك الطبيب ولا لا؟ ما نقصت اللحوم الحمراء نحيتها تقريبا، ما عادش فهمتني. الزيوت النباتيه نحيتها، نقلي نحيته، السكريات والجازوز الحكايه كل نحيته. هذاك التوميو ما كلت كل شيء على الخضره وكهوته معناها تقريبا. لا ماذا بيك سير هذوين؟ لا ماذا بيك مثلا الحوت ماذا بيك شويه حوت معناها مرتين ثلاثه في الجمعه، بروتينات لازم والعظم. كيف كيف راه متشدش كان الخضره البدن يضعف، خاصه البنيه نتاع البدن مبنيه على البروتين معناها ما تنقصش فيها هذيك الخضره زي الغله زاد ما عندك حتى مشكله في الغله ويلزم بدنك يرجع يشد روحه. معناها انت تاك تاك كي تعمل مجهود نتصور وليت ما عندكش طاقه باش تعمل مجهود كبير. خاطر فما فونت ميسكولير، فما الميسكول نقص القوه نتاعو. دونك يلزمك تريكوبيري هذاك، دونك بماكله فيها بروتين وفيها شارج باهيه. داكور دو ماما، ان شاء الله لاباس. ان شاء الله لاباس سي مروان، يعطيك الصحة، عايشك الله يخليك. هيت نحوصلوا توا طبيبي بلوز او موان شنو الحاجات لازمنا نحطوهم في بالنا في الموضوع نتاعنا اليوم، خلي الناس تستفيد. الحوصلة أنه كيما قلت لك ماكلة متوازنة راهو ما عندها حتى معناها البدن يكون بطبيعته يتوقع من الأمراض الخايبة بطبيعته. وحتى وكان صارت فما أمراض ماكلة ديما تقعد إكيليبري وحركة نورمالمون ما عندنا لحد الآن سيونتيفيكمون ما عندنا حتى بروف سيونتيفيك قاطعة جازمة اللي فما حاجات يسبوا أمراض نتاع سرطان
والا حاجات في بعد ما يمرض العبد لازمنا نحيهم، لازم جوست اكيليبر وكا معناها في اللي ناكلوا فيه لازم اكيليبر، اللي لازم البدن لازم ياخذوا، وفرصه انه عبد وقتها يعاود ينظم حياته مع اكلته مع حركته. باهي يعطيك الصحة طبيبي، الله يخليك على التوضيحات اللي قدمتهم لنا، بارك الله فيك. كان بحدنا دكتور شاطر، شوية آخر باش تكون بحدنا سي مروان تومي أخصائي علاج طبيعي وتقويم الأعضاء، باش نحكيو على كيفاش نتخلصوا من خوف الحركة. ما تبعدوش بعيد، أنا رجعين عايشك، يعطيك الصحة بارك الله فيك. دونك سي مروان باش نحكيو اليوم على كيفاش نتخلصوا من خوف الحركة ولا رهاب الحركة. أما هي ديجا قبل ما نتخلصوا منه نتعرفوا مع بعضنا على رهاب الحركة ولا خوف الحركة، شنو هو هذا؟ بون، الخوف من الحركه سو كون ابل ان فرونسي لا كينيزيوفوبي، هي خوف من الحركه قوي وغير منطقي من نشاط معناتها من النشاط البدني معناتها من الاكتيفيتي فيزيك والحركه بصفه عامه، وناتج عن نقولوا نحن اون مالادي والا اون سونساسيون دولور. دونك كل عبد يتحط معناتها يتصير له الحاجه هذيا معناتها الخوف من الحركه تكون ناتجه على اون سونساسيون دولور. باهي، اسكو هذه تخص العباد اللي ديجا عندهم مشاكل في الحركه ولا عندهم مشاكل نتاع الام ديجا نتاع مفاصل ولا عظام ولا متعرضين لحوادث، بلوز او موا اللي الحاجات اللي تخليهم باش يقوموا يتحركوا هما ديجا مضرورين، خلينا نقولوا واحد. باهي، هي الحكايه معناتها اون جينيرال تبدا افيك اون بليسور والا ان اكسيدون والا حاجه تنتج عندها وجيعه، وهنا فما دوز اوبسيون، سواء نمشيو لوبسيون الباهيه نكونو بوزيتيف، دونك نمشيو لوبسيون الباهيه، سواء المريض معناتها ما يخافش ما يجيوش الخوف هذاك ويواجه المشكله نتاعو افيك دي موفمون والا بالتريتمون اللي منصوح به والا باش يعملو، وهكاكا يل ديباس المشكله الكل وما تجيهوش. فما ناس اخرين كيف تجيه الاحساس بالوجيعه يعمل تهويل الامور، تولي يعمل سكون ابل لو كاتاستروفيزم. دونك كاتاستروفيزم هذا شنو هو؟ معناتها سويت القناعات وهو الشخصيه، والا فما فاكتور في الانفيرونمون نتاعو، سواء مثلا صاحبه والا اخوه والا حتى الكيني نتاعو، ساعات يقول له مثلا لازمك ما عادش تطبس بظهرك، والا كان تطبس بظهرك راهو باش تصير لك مشاكل والا حاجه، وهذا مش منصوح به معناتها بيان سور. دونك على الكاتاستروفيزم هذاك يولي هو يخاف من الحركه، وتنتج عليها هذيك الخوف من الحركه معناتها انديس فونكسيونمون، معناتها تولي البلاصه اللي ماهوش قاعد يحرك فيها تنقص الموبيليتي نتاعها، الحركه تنقص وتصير ضعف العضلات، ونقعدوا في لو سيركل فيسيو هذاك نتاع هو يزيد الوجيعه تزيد، يزيد في الكاتاستروفيزم، يزيد في نقص الحركه، وهذا هو دونك الكينيزيوفوبيا. دونك انا معناتها فما ساعات ناس في الانفيرونمون نتاع العباد يتدخلوا بطريقة سلبية في المريض، يعطيوه نصائح ماهيش باش تكون في صالحه ويرسخوا له حاجات اللي ينجموا يقلقوا الانتير متولي له حاجة كرونيك. كيما شنو مثلا؟ هيت خلينا نشوفوا مثلا اللومبالجي، وجيعة متاع ألم أسفل الظهر، يجيه مثلا صاحبه هو يعمل اوني غام مثلا يلقى عنده اوني غني ديسكال، واللي هي زادة ماهيش مشكلة كبيرة جوسكا اسكو تولي فما مشاكل اخرى. دونك لو كان هو يجي صاحبه ولا يجي الكيني نتاعو يقول له رد بالك اغني ديسكال، راك تنجم تتشل، راك تنجم عاش تحرك ساقك، راك ما عادش يلزمك تطبس بالكل. دونك المريض هذا يفالو بروندر الحاجات هذوك يوليو راسخين في ذهنه، يولي ما عادش يطبس بظهره، ويولي هكاك تصير له المونك دو موبيليتي وضعف انستابيليتي وجيعة أكثر اكسترا اكسترا. دونك لهنا مش زاد ننصحوه ديريكت بالحرك، معناتها فما مثلا نحكي السبيسياليتي نتاع العلاج الطبيعي، فما بروتوكول بور شاك باثولوجي بيان سور، لا اون ريسبكت لو سوي دو لا دولور بيان سور، وكل مشكله لها حل فينالمون. اغلبيه المشاكل بالطبيعه اللي مش ما نحكيوش على المشاكل المستعصيه فيهم حلول، دونك نحنا نحاولوا نعطيو دي ميساج بوزيتيف لي باسيون تاعنا، نعطيوهم دي زيكزيرسيس، نحاولوا نعاونوهم باش يتحركوا المفاصل نتاعهم من غير وجيعه، يقويوا العضلات نتاعهم، وهكاكا يل ديباس لوغ باثولوجي وما يتيحوش في الكينيزيوفوبيا هذا. هو جينيرالمون العبيد هذوما اللي تجيهم الرهيب نتاع الحركه اسكو مربوطه بامراض عندها برشا، معناها هو يتبع عليها ولا عنده الام عنده قديش وهو يعاني منه، ولا الدوغري نتاع الالم ماشي بيزيد، ولا حتى فراكتور صغيره معناها ينجم يجي رهيب الحركه هذا؟ ساعات سوغ اون سامبل فراكتور افيك هو شنو يخمم ولا شنو انفلونساو عليه لونفيرونمون تاعو نجم تجي. وساعات هو تاعات معناها الطبيب مثلا يقول العبد لا بالحق ما يلزمكش تتحرك لو خاطر الوجيعه تنجم تزيد، والا
كيفاش زاد هذه؟ اسكو هذه زاد تدخل في مخ المريض وهو ياخذها بطريقه اخرى ولا كيفاه؟ مثلا نحكيو دون زان كاد دون لومبالجي، فما وقت معين ينجم يعطيه له الطبيب باش ما مثلا ما يطبصش فيه، اما في اغلب الحالات بيان سور، اما في اغلب الحالات لازم يرجع يطبص. انت خاطر قبل كانت عندنا النوسيون سواء في الكيناي والا في الباثولوجيا هذوما، معناتها ما يلزمكش تطبص افي، يلزمك تهبط بركيبك، تقعد تهبط بركيبك اكسترا اكسترا. ولكن في معظم الحالات نحن الاوبجيكتيف نتاعنا ان نرجعوا المريض انه يطبص بظهره سون دولور افيك لا توت سيكوريتي، بخاطر هكا ولا هكا ساعات مثلا واحد نقول له ما تطبصش ويجي دون اون اوبليغاسيون باش يطبص مثلا باش يهز ولده ولا حاجه، فهمت؟ دونك نزمنا نحن نحضروه للي كونديسيون هذوما باش يرجع. معناتها ماهوش عاد سينيغالمون لي باسيون ينسى كلمه اللي انت لازمك ترتاح شويه من بعد تعاود تقوم، يقعد يمشي في باله انت ما لازمكش تتحرك جمله، ينسى البارتي اللي انت راك باش تعاود ترجع تقوم من بعد. فهمت؟ علاش قلت لك ساعات معناها كيفاش تتصرف انت معاه المريض هذا، اسأل الطبيب والا انتم كيفاش نجموا توصلوا له المعلومه، خاطر اوبليجي عليه هو كيما تحكي في الكا هذا يلزمو يرتاح، اما هو ما ياخذش البارتي الثاني، ياخذ كان ما لازمكش تتحرك وكا هاو تو يقف غادي. نحن المساج يزمو يتعدى بالكدا واضح، والمريض زاد يحاول يقبل زاد الكلام الكل، ما يخوش اون بارتي ويلوح اون بارتي. سي بوغ لا كوني لا باش نفسروا للناس، راهو لازم ما تاخذوش لا بارتي نيجاتيف نتاع الحديث. وزاد كيما قلت لك نحن في المجتمع نتاعنا ناثروا برشا على بعضنا من غير كونيسونس. معناتها اي واحد مرض بظهره يمشي ينصح صاحبه الا قريبه، اوغ كو ما عندهمش نفس الباثولوجي بالكل، معناتها خاطر فما 1000 ريزون دافوار اون دولور لومبير، وكل واحد يحاول ياثر على العباد بطريقه ما تكونش ايجابيه ديما تكون سلبيه في اغلب الاحيان. شنو ابرز التمارين العلاجيه الفعاله اللي تنجم تحد من رهيب الحركه هذه؟ سا ديبوند لا باثولوجي توجور، خاطر ناخذ دو تخوا زيكزامبل كي مازال عندنا وقت. ناخذوا اللومبالجي نقولوا احنا، دونك لي زيكزارسيس هما نقولوا نحنا عنده وجيعه 5 سور 10 وقت اللي يعمل اون فليكسيون كومبليت نتاع الظهر نتاعو، معناتها يطبص بظهره كامل. اون ابسونس دو كونتر انديكاسيون للتطبيس بيان سور، خاطر ريلاتيف شويه الحكايه، دونك يطبص مثلا 20 دوغري 30 دوغري ما يكملش يطبص الكل اللي نجيه الوجيعه هذا مثلا في الاسبوع الاولاني. الاسبوع اللي بعده نزيدو نطوروا شويه نهبطوا اكثر، الاسبوع اللي بعده نزيدو نطوروا اكثر لين نوصلوا نرجعوا نهبطوا الكل ونطلعوا الكل من غير حتى مشكله. فهمت؟ اعطينا اكزامبل واحد اخر. اكزامبل واحد اخر نشوفوه برشا مثلا في لي زونتورس دي شوفي مثلا اللي هو اللويه نتاع الكعب، وكان تتعاود مرتين ثلاثه شي ان باسيون يولي خايف منها الساقه هذيك. دونك نحن اون طونك كيني نحاولوا نقويوا العضلات اللي تشد ولا معناتها ما تخليش الساق تمشي دون لو ميكانيزم ليزيونيل، ومع ذاك نعملوا دي زيكزارسيس دو ستابيليزاسيون اللي هو يقف على ساق واحده يقف على البروبريو باش يعاود هو ياخذ ثقه في روحه وهكاك ينجم يرجع للحياه الطبيعيه نتاعو. انتم كيفاش تنجموا تفيقوا اللي الباسيون خايف من الوجيعه والا عنده خوف شديد من الوجيعه؟ خاطر فهم فرق بين الخوف والخوف الشديد، الرهيب والخوف مش كيف كيف. سي اون تري بون كيستيون. دونك نحن تحسوا المريض كي تحكي معاه خايف والا لا، وساعات كي نشوفوا نحن اون سوسبكت الحاجه ذي عند المريض فما ان كيستيونير اسمه كيستيونير دو تامبا. دونك فيه اسئله 17 سؤال حسب ما نتفكر، وتعطيه تقييم من 1 لـ4، تساله وتقول له هل تعطيه 1 2 3 4 و 17 سؤال هذوكم فما ان سكور فينال نجمعوا الوحدات. اذا السكور ما بين 40 و 68 راهو يتسمى عنده كينيزيوفوبي. واسكو في ساعه في ساعه بنجم تتصلح هذا، خاطر نعرف جينيرالمون لي زيكزارسيس اللي عملهم الكيني مفيدين للعلاج نتاع الباثولوجي ولا المرض ولا المشكله الصحيه اللي عند المريض هذا. الا هو خاف وما عملش التمارين هذيا ينجم يقعد في ستاد هو بيد، ولا ينجم الحاله نتاعو تتعكر. كيفاش نجموا تتخلصوا في ساعه في ساعه من المشكله هذه نتاع الرهاب؟ دونك كيما قلت لك افيك دي ميساج تري بوزيتيف، بون مش باش نكذبوا على المريض زاد ما نعطيوه دي ميساج بوزيتيف اللي هو ينجم يعمل الحركه هذيك، وكي يعملها معنا بالاسيستونس نتاعنا نحن يبدا ياخذ ثقه في روحه بشويه بشويه لين تتنحلوا المشكله نتاعو. ما يستحقش بسيكياتر معناها ولا في حاله ما ينجم. وي كي تبدا الحاله مستعصيه وهو مش فما كيما نقولوا حواجز نحن للانفورماسيون، وحتى لو كان مثلا ساعات مع الكيني يعمل الحركه ومن بعد كي يروح لدارو يولي ما عادش يحب يعملها.
سامحني دونك يولي وقتها واجب انه يكونسلت شي ان بسيكولوج ولا ان بسيكياتر بور فوار يحل المشكله البسيكولوجيه اكثر من البدنيه. باه اسكو الحكايه هذه نتاع رهيب الحركه منتشره معناها فما بوكو دو باسيون عندهم ولا شويه بركه منهم؟ مالوغوزمون وي. مالوغوزمون خاطر كيما قلت لك نحن المجتمع نتاعنا عندنا شويه كاتاستروفيزم معناتها نهولوا الامور في ساعه في ساعه. العظام والمفاصل باش تهتوا. اكزاكتومون. دونك كيما قلت لك وفما الامباكت زاد دو لا راديو معناتها المريض يشوف الراديو نتاعو ولا الاي ار ام في هرني ديسكال يتفجع فهمت يقول لك انا كيما ولد خالتي صار له عمل عمليه والا فهمت دونك ديما نمشيو للكوتي نيجاتيف اوغ كو برشا عباد عندها دي زيرني ديسكال اكزومبل والا دي زارتروز ويكملوا حياتهم طبيعيه ومن غير حتى وجيعة. هيت نحاولوا نختموا شويه بلوز اوموا الموضوع ونعاودوا نفكرهم بابرز الافكار فيما يخص اليوم رهاب الحركه الخوف من الحركه ورهاب الحركه. دونك مي كونساي لنا اللي نعطيهم معناتها الحركه راهي كيما الملح في الماكله معناتها كان تحط لها برشا تولي خايبه كان تحط شويه ملح تولي خايبه دونك الموديري لاكتيفيتي نتاع الناس يفو معناتها تكون موديري لاكتيفيتي نتاع لي باسيون ولا حتى لي بيرسون اللي ما عندهمش اوجاع ما يمشيوش برشا في الاكسيسيفيتي ما يمشيوش برشا يدزوا على رواحهم برشا وزاد ما يكونوش من غير حركه بالكل دونك اونتر لي دو. وكيفاش ندخل شو نحاوصلو كيفاش ما يخافوش معناها من روح بالحركه هذه اللي يحاولوا يبعدوا عليهم ما يصدقوش لي ميساج سورتو اللي يجيهم من عند عباد ماهمش بروفيسيونيل دو لا سونتي خاطر كيما قلت لك راهي مشكله كبيره لو كان يصدقوا دي ميساج من عند عباد اللي هما دي بارتيكولير ميم با عندهم علاقه بالطب ونشوفوه موجود برشا التاثير نتاع العباد على بعضها دونك حاولوا ما تصدقوش امشيو للمختصين اسمعوا من عندهم الكلام وزاد انا اون طونكو كيني معناتها ما يلزمنيش نكون نيجاتيف برشا مع لي باسيون تاعي ونحاول خاطر فما قبل كانوا فما دي زيجين دو في اللي توا بدينا نحيوهم فهمت مثلا واحد عنده الارثروز ما ينجم يعمل رونفورسمون معناتها تقويه عضلات كان اون ستاتيك معناتها من غير حركه هذيك الحاجه تنحات خاطر البدن حاجته باللي موسكل نتاعو يخدموا اون ديناميك نحنا نتحركوا ديما وساعات لي موسكل كي يخدموا كان ستاتيك ما ينجموش يريزيستيو للبدن نتاعنا وقت اللي نبداو اون ديناميك فهمت دونك نحنا زاد اون طونك اخصائيين علاج طبيعي يكون عندنا ان بون هيجين دو في اللي نعطيوه للمريض نتاعنا ما يكونش ما تتحركش ما تطبسش ما تحركش ساقك ما كذا فهمت باهي يعطيك صحة مروان الله يخليك على التوضيحات اللي قدمتهم لهم كان حذينا مروان تومي أخصائي علاج طبيعي وتقويم الأعضاء احنا وصلنا بخطيكم لآخر الميسيون متاعنا اليوم مرسي لياسمين في الأعداد مرسي لأمين في الأخراج مرسي زملائنا في إيفام تي في كانت معكم هجر الحنيشي باي باي في لمن ألو إيفام سبيسيال سنتي باي